واحد بيقول نريد أن نعرف المزيد عن الفترة الزمنية بين 12 سنة و 30 سنة في حياة السيد المسيح. الكتاب المقدس اعتنى بأن يذكر لنا الأشياء الخاصة بقضية الخلاص، ومن ضمن الأشياء الخاصة بقضية الخلاص لعهود السيد المسيح وتعاليمه وفدائه للبشرية. لكن الفترة من 12 ل 30 ما كانش فيها تفاصيل يعني تحتاج إلى تسجيل. يعني أنت ما انتفعتش بقصة السيد المسيح من أول ما ابتدى يكرز ويبشر ويعمل معجزات ويعلم الناس، بس هم دول اللي ناقصينك.